يعني مناصحة للشعب الجزائري والحكومة الجزائرية، يا جماعة النشيد الوطني بتاعكم فيه في بدايته كلمات شركية فغيروها بما يتوافق مع كتاب الله وسنة الرسول. مش كل واحد يعمل النشيد الوطني أو يذكر النشيد الوطني بتاع الجزائر يتحمل وزر. يعني الكلام ده هو المفروض يبقى فيه مصارحة. وادي النشيد الوطني بتاع الجزائر أهو، قل قسما بالنازلات الماحقات، قسما بالنازلات الماحقات، ده شرك يمكن تصليحه أو تظبيطه من خلال كلمة واتنين. قسما بالذي جعل النازلات الماحقات كده سليم، كل النشيد يبقى سليم، الذي جعل بس. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، وأن ذكر بعدها نحن صرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. من نص النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح أن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يبقى من المناصحة الحقيقية لولاة الأمر في الجزائر، هو عيب يعني ما يتغير فيه كلمة في النشيد الوطني؟ مش عيب ولا حاجة، بل من مناصحة لولاة الأمر ومناصحة للشعب الجزائري كله. لأن اللي هيعمل إيه؟ اللي عنده عقيدة سليمة مش هيقول النشيد ده. هو إحنا هنخاف من حكومة الجزائر؟ إحنا بنقول لهم ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح أهو، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فأي واحد جزائري ساعة ما يقسم أو يقول النشيد اللي هو بيحب فيه بلده على طول هتيجي تبص تلاقي يتحمل اوزار الدنيا. ليه؟ ما تصلحوا الكلمه دي. صلح، مش هتضر حاجه يعني، صلحوها في النشيد. واحنا اللي نفرض ثقافتنا وديننا ونعتز بيه على الامم المتحده واللي جاب الامم المتحده، هم يهود اللي جايبين الامم المتحده. وحد هيقول الحكومه انتوا ليه؟ لكن المنافق بقى هو اللي يجاري الحكومه. أنا بقى لو أنا مثلا خايف الحكومة الجزائرية تزعل مني، ولا إن الشعب الجزائري هيقولك ده بيتكلم على الجزائر، أنا بحب الجزائر وبحب الناس اللي في الجزائر، فبنصحهم لله عز وجل، قبلوا النصيحة خير وبركة، ما قبلوهاش خلاص أنتوا حرين، خلي الشيخ يفتلكوا بإن ده حلال ويتحمل وزر يوم القيامة.